بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 46. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب الولاء. هذا الباب من مسائل التعصيب، مسائل التعصيب. التعصيب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تعصيب بالنسب، وهذا سبق. القسم الثاني تعصيب بسبب، وهو هذا. تعصيب بالولاء لأنه بسبب العتق، لم يكن بسبب نسب أو قرابة، إنما هو بسبب العتق. ومعناه أن المعتق يرث عتيقه تعصيبا، بشرط أن لا يكون للعتيق ورثة بالنسب. فإن كان للعتيق ورثة بالنسب سواء بالفرض أو بالتعصيب فإن المعتق ليس له شيء، لأن القرابة مقدمة. لكن لو مات العتيق وليس له وارث من ذوي نسبه فإن ميراثه يذهب إلى المعتق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. الله تعالى يقول: فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولهذا يقول العلماء في تعريف الولاء، يقولون: الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. وذلك أن مالك العتيق لما أعتقه وحرره من الرق صار له عليه فضل بذلك، لأنه أخرجه من الرق إلى الحرية، فصار له عليه فضل في ذلك، فشكر الله له هذا الفضل وجعل ولاءه له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. قال صلى الله عليه وسلم: مولى القوم منهم، مولى القوم منهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه بالنسبة لزيد بن حارثة: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق. فالله سبحانه وتعالى سمى العتق نعمة لأنه حرية وإزالة ملك ورق على هذا الإنسان، فإذا أزيل عنه وخرج إلى الحرية حصل له نعمة كبيرة. فإذا أعتق عبدا صار له عليه الولاء، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة. لأجل عتقه له. وبعد المعتق إذا قدرنا أنه مات العتيق وليس له ورثة بالنسب
وأيضا معتقه غير موجود متوفى، فإن عصبة المعتق بأنفسهم يقومون مقامه فيرثون بالولاء، يقومون مقام المعتق الذي هو أبوهم أو جدهم أو أخوهم، عصبته يقومون مقامه فيرثون العتيق الذي اعتقه مورثهم، ولكن لا يرث بعد العتيق بالولاء إلا العصبة بالنفس، العصبة بالنفس، أما العصبة بالغير أو مع الغير فلا يدخلون في هذا. ولهذا يقول الفرضيون ومن بعده، أي بعد المعتق، يقولون فيرث به المعتق يعني بالولاء، ومن بعده عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، وذلك لأن الولاء لا يورث، الولاء لا يورث وإنما يورث به فقط، فلا يورث الولاء وإنما يورث به، فينتقل من المعتق إلى عصبته المتعصبين بأنفسهم. ويثبت الولاء على العتيق، ويثبت أيضا على ذرية العتيق مهما تناسلوا إلى آخر الدهر، ويثبت على من أعتقه المعتق أيضا. فلو قدرنا أن هذا المعتق أعتق عبدا أو عبيدا فولاؤهم له، ومن بعده ينتقل إلى معتقه ثم إلى عصبة معتقه، هذا مجمل ما في الولاء من أحكام. وأما التفاصيل فهي كثيرة ومتشعبة وصعبة، فنتجاوز هذا الباب إلى باب النكاح لأننا بحاجة إليه أكثر. نعم. كتاب النكاح. نعم. النكاح من سليم وسليم. النكاح في اللغة معناه الاجتماع، في اللغة معناه الاجتماع، يقال تناكحت الأشجار إذا التف بعضها ببعض، وتناكحت الرماح، تناكحت الرماح إذا اختلطت في المعركة. فالنكاح لغة معناه الاجتماع. سمي العقد الذي بين الزوجين نكاحا لأنه يجمع بينهما، يطلق النكاح ويراد به العقد، وهذا هو الأصل، ويطلق أيضا ويراد به الجماع، وإطلاقه على العقد هو الأصل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فسمى العقد نكاح. ولا يراد بالنكاح في هذه الآية إلا العقد لقوله تعالى من قبل أن تمسوهن، فالأصل أن النكاح يطلق على العقد، ويطلق أيضا على الجماع. اختلف العلماء هل هو حقيقة في العقد، مجاز في الوطئ، أو بعضهم قال بالعكس هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد، وبعضهم قال هو حقيقة فيهما، والصواب والله أعلم أنه حقيقة في العقد وحقيقة أيضا في الوطئ، يطلق على كلا الأمرين، يطلق عليه أنه نكاح لوجود المعنى اللغوي وهو الاجتماع والاختلاط. النكاح من سنن المرسلين، فهو عقد شريف، عقد محترم وميثاق. قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهو ميثاق وعهد وعقد شريف محترم، وهو من سنن المرسلين، كما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية،
جعلنا لهم أزواجا وذرية. النكاح من سنن المرسلين، وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتزوجون ولهم ذرية أولاد، ليس هذا بعيب فيهم بل هذا كمال، هذا من الكمال وليس من العيب، وهو مما أباحه الله وامتن به في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. النكاح فيه مصالح عظيمة، أولا أنه يحصن الفرج، يحصن الفرج عن الحرام. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم صالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال سبحانه وتعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فأعظم من أعظم مصالحه أنه يحصن الفرج، ولهذا سمى الله المتزوجات بالمحصنات، محصنات يعني بالأزواج بالزواج، الذين يرمون المحصنات. قال تعالى: فإذا أحصننا يعني تزوجنا. والمحصنات من النساء لما ذكر المحرمات في النكاح قال: والمحصنات يعني والمزوجات. فلا المزوجة لا يجوز أن يعقد عليها لزوج آخر حتى ولو كانت في العدة، حتى تنتهي عدتها، لأنها لا تزال في إحصانه. ومن مصالح الزواج حصول الذرية التي بها تكثير الأمة وتقوية الأمة، فهذا من أعظم مصالح الزواج. الإنجاب من أعظم مصالح الزواج. من مصالحه أيضاً قيام الأزواج على النساء بالنفقة والصيانة والتعاهد، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل يصون المرأة وينفق عليها ويحفظها من الضياع الخلقي. فلولا أن الله سبحانه وتعالى شرع الزواج لحصل مفاسد عظيمة من الجنسين. فالزواج يقضي على الفساد ويصون الرجال ويصون النساء عن الفساد، ويحصل بسببه ذرية طيبة. كما أن من مصالح الزواج أيضاً التعاون بين الزوجين على تكوين الأسرة، فالرجل ينفق والمرأة تربي ترضع وتربي في البيت، يتعاون الزوجان على تكوين الأسرة. ثم فالزواج النكاح له مصالح عظيمة، ولهذا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، وأخبر أنه من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. النكاح من سنن المرسلين. قال عليه السلام: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما بلغه أن نفرا يريدون أن يتبتلوا فلا يتزوج، أو يصومون فلا يفطرون، أو
يقومون الليل ولا ينامون، أنكر عليهم ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن دينه دين الاعتدال والوسطية بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، هذا دينه صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، بل هو وسط واعتدال. نعم. وقال سعد: لقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون تبتل ولو أحله لاقتصينا. متفق عليه. تبتل معناه عدم الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل ومنعه من ذلك، يعني عدم التزوج. نعم. مسألة: وهو أفضل من التخلي منه لحديث عثمان. نعم. مسألة: وهو أفضل من التخلي منه. التزوج أفضل من ترك التزوج، يعني إنسان يقول أنا ما لم تزوج لأن هذا يشغلني عن العبادة، يشغلني عن الصيام وعن الصلاة عن الجهاد، يقول لا هذا غلط، تزوجك أفضل من هذا، لما في الزواج من المصالح العظيمة، ولأن عدم الزواج فيه تعذيب للنفس، فتزوج أفضل من ترك التزوج، حتى ولو كان يظن أنه يتفرغ لعبادة ولجهاد ولطلب علم وغير ذلك، تزوجه أفضل من تركه. نعم. وهو أفضل من التخلي منه لحديث عثمان بن مضعون والذي قبله. نعم. فإن أقل أحوالهما الندب إلى النكاح والكراهية لتركه، إلا أن يكون لا شهوة له. النكاح يقولون تنتابه الأحكام الخمسة، تنتابه الأحكام الخمسة، تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون محرما تارة يكون مكروها. فيكون النكاح واجبا إذا خاف على نفسه من الفتنة، إذا خاف الإنسان على نفسه من الوقوع في الفاحشة فإنه يجب عليه أن يتزوج إذا كان قادرا على الزواج، ويكون مستحبا إذا لم يخف على نفسه من الفتنة، عنده شهوة ولكن لا يخاف على نفسه من الفتنة، يكون مستحب لما فيه من المصالح، ويكون مباحا إذا كان ما عنده الشهوة أو شهوة ضعيفة، فهذا مباح له أن يتزوج لأن فيه مصالح، حتى غير الوطء يكون فيه مصالح من القيام على المرأة ومن خدمة المرأة له ومن المؤانسة غير ذلك، ويكون محرما إذا كان القصد منه تحليل، مثلا تحليل المرأة لمطلقها ثلاثا، ما هو بالقصد منه المصالح وإنما القصد منه مخالفة الشرع، فيكون محرما، ويكون مكروها للإنسان الذي لا يقوم بحقوق أو ما يستطيع يقوم بحقوق المرأة، يكره في حقها هذا لما فيه من الإضرار. نعم. إلا أن يكون لا شهوة له كالعلمين والشيخ الكبير ففيه وجهان. يعني يباح أو لا يباح. نعم. أحدهما النكاح له أفضل لدخوله في عموم الأقطار، والثاني تركه أفضل لأنه لا تحصل منه مصلحة النكاح ويمنع زوجته من التحصن بغيره. الوجه إذا قال الأصحاب فيه وجه أو وجهان، فالوجه معناه ما كان من كلام أحد العلماء أتباع المذهب، هذا يسمى وجه. وأما الرواية إذا قال فيه رواية معناه ما كان من كلام إمام المذهب، إذا قال عنه روايتان عنه ثلاث روايات، فالرواية ما كانت عن الإمام، والوجه ما كان عن أتباعه. والتخريج إذا قيل فيه تخريج
فمعناه ما خرج على كلام الإمام، الإمام لم يقوله ولكن خرج على قاعدته وعلى مذهبه. نعم. ويلزم نفسه واجبات وحقوقا ربما عجز عنها، وقال عليه السلام هذا اللي ما فيه الشهوة يعني. نعم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصل الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. فخاطب الشباب بذلك، متفق عليه. لأن الشباب عندهم الشهوة في الغالب، دل على أن الملاحظ في الزواج وجود الشهوة. نعم. مسألة، ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر منها عادة كوجهها وكفيها وقدميها، لما روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أبو داود. هذا مسألة النظر إلى المخطوبة، الله سبحانه وتعالى حرم النظر إلى النساء الأجنبيات، حرم النظر إلى النساء الأجنبيات، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وحرم النظر من النساء إلى الرجال، نظر شهوة، نظر شهوة، قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل نظر شهوة، هذا حرام. فالأصل في النظر إلى النساء الأجنبيات الأصل التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. الأصل فيه التحريم لما فيه من المخاطر والشرور، ومن غض بصره فإن هذا أحفظ لفرجه وأحفظ لعفته. والله تعالى يقول: ذلك أزكى له، فغض البصر فيه زكاة يعني طهارة للإنسان. وقد جاء في الأحاديث أن الله يورث العبد إذا غض بصره يورثه لذة العبادة، يكون لغض البصر تأثير على القلب وعلى السلوك، لقوله تعالى: ذلك أزكى له. وقد ذكر الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فوائد غض البصر. إذا أردتم أن تراجعوا الجواب الشافي لابن القيم تجدون فوائد غض البصر، أظنها وصلها إلى 10 أو أكثر. وكذلك شيخه الشيخ تقي الدين في الفتاوى ذكر في تفسير سورة النور، شيخ الإسلام له تفسير لسورة النور فسرها من أولها إلى آخرها، وذكر فيه فوائد غض البصر عند هذه الآية: وقل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فلا يرخص للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية إلا في هذه الحالة، حالة ما إذا خطبها، إذا خطبها وأراد أن يتزوجها فإنه يرخص له أن ينظر إليها، يعني ينظر إلى وجهها وكفيها، إما أن يترصد لها وهي لا تدري فينظر، أو أن يطلب من وليها إحضارها في مكان فيحضر هو ووليها، تحضر هي وينظر إلى وجهها وإلى كفيها، من أجل أن إما أن يمضي في خطبته وإما أن يتراجع يدخل على بصيرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أحرى للرغبة والوفاق. أما إذا تزوج امرأة لم يرها ولم يدري عنها فقد يفاجأ، قد يفاجأ بشيء ما كان يظنه فيحصل النفرة، ففيه مصلحة. ولذلك أباحه الشارع لما فيه من المصلحة الراجحة، لما فيه من المصلحة الراجحة وهي حصول الوفاق، وأن الإنسان يدخل على بصيرة
في هذا الأمر، هذه تعتبر رخصة، تعتبر من الرخص ولا يتوسع فيها، فلا يجوز له أن يخلو معها وأن يجلس معها خاليين، هذا ما يجوز لأنها لا تزال أجنبية. وأشد من ذلك ما يفعله الذين لا أخلاق لهم من أنه يصطحبها معه ويسافر معها، يسافر معه سمى مخطوبته وهو لم يعقد عليها، تسافر معه، هذا باطل ولا يجوز. إنما أباح الإسلام النظر إلى ما يرغبه فيها، ويكون ذلك من غير خلوة، ولا يستمر هذا، وإنما ينتهي بانتهاء الغرض، ثم إما أن يمضي وإما أن يتراجع. هذا المقصود من هذه المسألة. والناس فيها بين مفرط ومفرد، من الناس من يمنع النظر ويعتبر هذا أنه إهانة، هذا شيء رخص فيه الشارع، والحمد لله ما فيه محذور، رخص فيه الشارع، فيها حديث صحيحة. الطرف الثاني غلا في هذا الشيء ولم يكتفي بمجرد أنه ينظر إليها من غير خلوة ومن غير ريبة، بل وسع الأمر في هذا وترك له الخلوة معها، وترك له ترك لها السفر معه وغير ذلك. وربما أن بعض الذين لا أخلاق لهم أنهم أيضا لا يمانعون في أنه يطأها غير عقد ليرى هل تصلح أو لا، وهذا ما هو بعيد. إذا سافرت معه وخلى معها، والرجل والمرأة إذا اجتمع يكون ثالثهما الشيطان، فلا يستبعد أبدا الوقوع في الفاحشة. فهذا إفراط، والأول تفريط، والوسط هو ما جاءت به الشريعة ولله الحمد. نعم. وينظر إلى وجهها لأنه مجمع المحاسن وموضع النظر فليس بعورة. نعم. وينظر إلى وجهها، يعني محل النظر أنه ينظر إلى ما يرغبه فيها، ينظر إلى وجهها لأنه يدل على جمالها أو على دمامتها، ينظر إلى وجهها ويكفي هذا. وإن نظر إلى كفيها أيضا لا مانع، الوجه والكفين، فدل هذا على أن الوجه عورة، وأنه لا يرخص في النظر إليه إلا للخاطب فقط، دل على أن الأصل أنه عورة وأنه يستر، فلا يرخص فيه إلا للخاطب. نعم. مسألة وينظر إلى وجهها لأنه مجمع المحاسن وموضع النظر وليس بعورة. قوله ليس بعورة هذا ما هو صحيح، بل هو عورة، ولكن أبيح النظر إليه للحاجة والمصلحة الراجحة. نعم. مسألة ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. يخطب لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لا يخطب الخطبة، ويخطب معناه إلقاء الكلمة والخطاب، أما الخطبة فالمراد به خطبة المرأة، ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء. فاعرفوا الفرق بين الخطبة والخطبة، خطبة الجمعة مثلا، وأما الخطبة بالكسر فهي خطبة المرأة. نعم. ولا يخطب على خطبة أخيه، ما تقول ولا يخطب، يعني لا خطب قبلك واحد في الندوة ولا في المحفل، ما يجوز تخطب بعده، لا، ما هو هذا المقصود. المقصود ولا يخطب يعني إذا خطب امرأة فلا تتعقبه أنت تخطب بعده، يعني تسلون زبائن مثل اللي بيشرون سلعة، ما يصلح هذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. هذا من حقوق المسلم، من حقوق المسلم إذا سبق وخطب امرأة ولا تدري هل يجيبونه أو لا، ما بعد صدر شيء منهم،
عرفت أنها أقدم خطب ولا تدري هل منع أو أنه ما بعد أو يشاورون عليه ما بعد صدر الجواب، لا يجوز لك أنك تدخل عليه، بل اصبر انتظر، فإن أعطي الحمد لله، وإن منع ورد جاز لك أن تخطب بعده لزوال المحذور. أما أنك تخطب بعد خطبته قبل أن يرد هذا لا يجوز، لأنه من الاعتداء على حق أخيك المسلم، كما لا يجوز البيع على بيعه والشراء على شرائه والصوم على صومه، هذه من حقوق المسلم. فأنت توقف إلى أن تشوف النهاية بإجابة أو بمنع. فمن فعل هذا فقد فعل محرما، من فعل هذا فقد فعل محرما، يأثم به واعتدى على حق أخيه، لأنه معلوم أنه إذا خطب واحد وجاء واحد ثاني وخطب عليه وربما يكون الخطيب الثاني أحسن أنه سيؤثر على الأول ويعتدي عليه، فلا يجوز هذا، لأن حقوق المسلم يجب احترامها، ولا يخطب على خطبة أخيه، كما أنه لا يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على شرائه ولا يصوم على صومه حتى يرى هل يمضي أو لا يمضي، أن هذه حقوق مسلم سبق إليها فهو أولى بها. حتى قال يعني فإن فعل يعني خطب على خطبته ورد الأول وجاو الثاني وتزوج الثاني زواجه صحيح، لكن يأثم على اعتداه على أخيه، يأثم، والزواج صحيح عند الجمهور. وذهب الإمام ابن حزم إلى بطلان النكاح، إذا خطب على خطبته وزوج يقول النكاح باطل لأنه منهي عن ذلك. نعم، الأمر فيه خطورة. نعم. مسألة: ولا يجوز التصريح، ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة بقوله سبحانه. المعتدة على قسمين، قسم الأول المعتدة الرجعية، هذه لا تزال زوجة، لا تجوز خطبتها بحال، لا تصريحا ولا تلويحا، لأنها ما دامت في العدة فهي زوجة. قال تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك، فما دامت في العدة فإنها زوجة، لها ما للزوجات، ولا يجوز لأحد أن يخطبها، ولا حتى من باب التلميح، لا يجوز هذا. فإن فعل فإنه يكون ممن خبب المرأة على زوجها. النوع الثاني: المعتدة الباين التي ليست رجعية، معتدة الباين، سواء كانت بينونة كبرى أو بينونة صغرى، باين ليس لزوجها، الباين هي التي ليس لزوجها عليها الرجعة، هذه الباين. فهنا يجوز التلميح دون التصريح، يجوز لها، يجوز لك أنك تقول مثلا: أنا والله أدور امرأة، ودي بامرأة، أنا محتاج للزواج، أنا أرغب في مثلك، أنت امرأة طيبة وأرغب لو حصل لي مرتب مثلك، لأني ودي، لا تقول أبيت أنت، تقول ودي مثلك، إني في مثلك لراغب. هذا يسمى تعريض، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، تعريض. أما التصريح بأن تخطبها صراحة فهذا حرام، لا يجوز، لأنها لا تزال في عدة، وما انتهت عهد النكاح فما تزال في عدة الزوج المطلق. وربما أنها إذا أشفقت على هذا الخاطب وأرادته أنها تتسرع وتقول: انتهت عدتي، وهي لم تنتهي، ربما تحملها الخطبة على الخطبة، ربما تحملها الخطبة والرغبة على أن تدعي أنها قد انتهت عدتها، لأن النساء ضعيفات وهي لم تنتهي. قال سبحانه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم.
علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا يعني نكاحا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. العقد من باب أولى، لا يجوز العقد عليها وهي في عدة زوج حتى تنتهي عدتها. فحرم الله التصريح في خطبة المعتدة البائن وحرم عقد النكاح عليها، فإن عقد عليها في أثناء العدة فالعقد باطل ووطئها زنا. نعم. ووجه الحجة أن تخصيص التعريض بالإباحة دليل على تحريم التصريح، لأن التصريح لا يحتمل غير النكاح. غير. ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يأمن أن يحملها الحرص عليه. فلا يأمن أن يحملها الحرص عليه. فلا يأمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها أو انقضائها. نعم. بخلاف التعريض. فيحصل المحذور، ربما تقول إنها انتهت عدتها ويعقد عليها ويجامعها وهي في العدة. وهذا حرام لا يجوز. نعم. مسألة، ويجوز التعريض بخطبة الباء الخاصة. يقول الباء الخاصة دون الرجعية، الرجعية لا يجوز خطبتها لا تعريضا ولا تصريحا. نعم. فيقول لا تفوتيني بنفسك وإني في مثلك لراغب ونحو ذلك. مما يحتمل، يحتمل أنه يقصدها أو يحتمل أنه يقصد غيرها، ما في تصريح. نعم. ويجوز في عدة الوفاة وللبائن بطلاق ثلاث. طلاق سبحانه. نعم. ويجوز في عدة الوفاة يعني التعريض، يعني التعريض. نعم. وللبائن بطلاق ثلاث. طلاق. وللبائن بطلاق ثلاث لقوله سبحانه ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء. يعني يجوز التعريض في خطبة البائن والتعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها، أما التصريح فحرام فيهما. نعم. وروت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم لا تستفتي بنفسك، وفي لفظ إذا حللت فأذنيني. نعم. فأرسل إليها. نعم. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم لا تستفتي بنفسك، وفي لفظ إذا حللت فآذنيني، وفي لفظ لا تفوتينا بنفسك، وهذا تعريض بخطبتها في العدة. نعم. مسألة، ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه. يقول النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول، ينعقد بالإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي، من ولي المرأة، اللفظ الصادر من ولي المرأة أو من وكيله، يعني يقول أنكحتك أو زوجتك فلانة، أنكحتك فلانة أو زوجتك فلانة، هذا هو الإيجاب. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله، يعني يقول قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو قبلتها أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى الإيجاب. فلا ينعقد النكاح إلا بهما، بالإيجاب والقبول. نعم. مسألة، ولا ينعقد النكاح إلا بهما. أما مجرد الخطبة لا ينعقد بها نكاح، لو خطب منهم وقال ما يخالف هذا ما هو عقد، هذا جواب، جواب للخطبة وله وليس عقدا. نعم. مسألة، ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه. فيقول أنكحتك أو زوجتك، لأن ما سواهما لا يأتي على معنى النكاح فلا ينعقد به كلفظ الإحلال، ولأن الشهادة شرط في النكاح وهي واقعة على اللفظ، وغير هذا اللفظ ليس بموضوع النكاح. يعني أن العقد، أن لفظ العقد لا بد أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج، أنكحتك أو زوجتك، وقيل إنه ينعقد بكل لفظ يدل عليه، بكل لفظ يدل عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن العقود
سواء كانت نكاحا أو بيعا أو تأجيرا أو غير ذلك، العقود تنعقد بكل لفظ يدل عليها ولا يتقيد بلفظ معين. ولكن المذهب لا، يقولون ما تنعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنكحتكها، وفي رواية ملكتكها وهبتكها، فدل على أن اللفظ واسع، كل لفظ يؤدي المعنى فإنه يحصل به المقصود. الله جل وعلا في القرآن يقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجناكها، هذا لفظ صريح. وزينب تولى الله تزويجها بنفسه سبحانه وتعالى، زوجها نبيه صلى الله عليه وسلم، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية زوجناكها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الواهبة لنفسها قال أنكحتكها ملكتكها، يعني روايات وردت في الحديث، وهبتك إياها بما معك من القرآن، نعم كلها روايات. نعم. وغير هذا اللفظ ليس بموضوع النكاح، وإنما يشرح إليه. لو قال أعطيتك إياه، أعطيتك فلانة زوج، أو فلانة لك، أو ما أشبه ذلك، هذا على المذهب ما ينعقد لأنه ليس بصريح، فلا بد أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج. نعم. الإنكاح ورد في السنة أنكحتكها بما معك من القرآن، والتزويج كما في القرآن زوجناكها. نعم. وإنما يصرح إليه بالنية ولا شهادة عليها، فيحمل النكاح عن الشهادة، لأن غير الصريح يحتمل، غير اللفظ الصريح يحتمل معاني، أما اللفظ الصريح فلا يحتمل إلا معنى واحدا. والله تعالى أمر بالإشهاد على عقد الزواج، فما فعلى ماذا يشهد الشاهد إذا كان اللفظ غير صريح؟ اللفظ محتمل، الشاهد يشهد على ماذا؟ ما تحدد اللفظ اللي يشهد عليه، فلذلك يشترط أن يكون اللفظ صريحا حتى تتم الشهادة عليه. هذا لا شك أنه أحوط، لا شك أنه أحوط. لكن لو وجدنا عقدا تم بين زوجين بلفظ غير لفظ الإنكاح أو التزويج، نقول نكاحكم باطل، صعب، ولا سيما لو مر عليهم فترة وحصل أولاد، نقول نكاحكم باطل، هذا صعب. فما دام أنهم تلفظوا بلفظ يدل على النكاح مع توفر بقية الشروط فالحمد لله الأمر في هذا سهل. نعم. ولا ينعقد مع الإيجاب إلا بالقبول من الزوج أو نائبه، فيقول قبلت هذا النكاح أو تزوجت، وإن اقتصر على أو قبلتها أو تزوجتها. نعم. وإن اقتصر على قبلت صح، لأن القبول يرجع إلى ما أوجبه الولي كما في البيع. لو قال زوجتك أو أنكحتكها فقال الزوج ولي قبلت، صح هذا، لأن قبلت تنصرف إلى ما قاله الولي، يعني هذا النكاح. نعم. لأنه جواب، والجواب ينطبق على على الإيجاب. نعم. وإنما اشترط القبول لينعقد النكاح كما في البيع. أما لو قال الولي، لو قال الولي أو وكيله زوجتك أو أنكحتك ولم يجب الزوج ولا الولي، ما قالوا شيء، ما انعقد النكاح، لم ينعقد النكاح، لأنه ينعقد بركنين، ركنين، الركن الأول الإيجاب والركن الثاني القبول، فإذا حصل ركن واحد ما تم النكاح. كما لو قال الزوج أو الولي أو وكيله، لو قال الزوج أو وكيله أو مثلاً العكس، الزوج قال أنكحتك فلانة أو زوجتك فلانة وهو ما يريدها، الزوج ما يريدها ولا خطب منه ولا، ما يصلح هذا، ما نعقد، لازم من إيجاب وقبول، لازم من هذا وهذا، لأنه لابد من الركنين الإيجاب والقبول.
ولا لو تلاقي لك واحد من الشارع وتقول انكحتك بنتي فلانه، وهو ما طرى على خاطره ولا ينعقد ولا قال شيء ولا اجاب ولا اصلح هذا. نعم. مساله. نعم. ويستحب ان يخطب قبل العقد. ان يخطب ولا ان يخطب؟ على ما سبق ايش تقول؟ يخطب. هذا يخطب لان من الخطبه وهي الكلام. ها اي نعم. ويستحب ان يخطب قبل العقد بخطبه ابن مسعود التي قال اننا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبه الحاجه، خطبه الحاجه، ان الحمد لله نحمده ونستعينه الى اخره. هذا مستحب، يستحب ان يتقدم الايجاب والقبول خطبه، والافضل ان تكون الخطبه بخطبه ابن مسعود التي رواها ابن مسعود. يقولها الزوج او يقولها طرف اخر ثالث يحضر، مثل ما هو المتعارف الان، يروحون للمأذون ولا يروحون للقاضي ولا يروحون لمطوع البلد، وهو ما هو ولي ولا زوج وانما هو واسطه فقط، فيقرا الخطبه ما يخالف. اذا قراها احدهما او قراها طرف ثالث ما يخالف، حصل المقصود. نعم. التي قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجه، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ويقرا ثلاث ايات: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. يعني يقرا الايه التي في اول سوره النساء والايه التي في سوره ال عمران: اتقوا الله حق تقاته، والايه التي في سوره في اخر سوره الاحزاب، ثلاث ايات بعد الخطبه. يستحب هذا، هو واجب، يستحب. الخطبة والآيات مستحبة ليست واجبة، لو اقتصروا على الإيجاب والقبول كفى، ولكن السبق بالخطبة وقراءة الآيات أفضل وأحسن. لكن ما تقولون باللي يقرون الفاتحة يعتقدون أن ما جريت الفاتحة ما صح العقد، ولا دعوا على امرأة قال عسى ما تقرأ لسى الفاتحة، هذا ما له أصل. قراءة الفاتحة في عقد الزواج من البدع ولا أصل لها. نعم. مسألة: ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أركان النكاح: الإيجاب والقبول. أما شروط صحة العقد، يشترط له أربعة شروط ربما تأتي. أولاً رضا الزوجين، رضا الزوجين ما يكون فيه إجبار لأحدهما. ثانيا شهادة شاهدين، شهادة شاهدين. ثالثا تعيين الزوجين، فلو قال زوجتك بنتي ولم يعينها، هو له بنات ما صح، عنده عشر بنات وقال زوجتك بنتي، طيب أيهن؟ لازم يعينها، يقول فلانة. أو قال زوجت بنتي الولد فلان، وفلان له عدة أولاد، له عشرة أولاد أو عشرين ولد، أيهم؟ لازم يعين، يقول زوجتها فلان ابن فلان. لازم من تعيين الزوجين. الرابع الولي، لابد أن يكون العقد صادرا من ولي، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي. هذه أربعة شروط لصحة عقد النكاح. نعم. مسألة: ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف. لا يجوز الإصرار بالنكاح، زواج السر ما يجوز، لازم من الإعلان، لازم من الإعلان، ولذلك شرع الإشهاد عليه، لأن الإشهاد عليه من الإعلان. إذا أشهد عليه شاهدين فهذا من الإعلان، كذلك من الإعلان الضرب عليه بالدف، تضرب النساء بالدف، وهذه رخصة في هذا الموضع،
الضرب الدف لا يجوز ومن اللهو، ولكن رخص فيه في هذا الموضع من أجل المصلحة الراجحة وهي إعلان النكاح، وكذلك من إعلان النكاح إقامة الوليمة، من إعلان النكاح إقامة الوليمة. فلو لم يحصل شيء من هذه الأمور فهو زواج مكروه، ما فيه دف ولا فيه وليمة ولا أدري عنه أحد، هذا يعتبر مكروه. أما إذا خلى من الإشهاد فهو عقد فاسد، إذا خلى من الإشهاد فهو عقد فاسد. نعم. أما إذا خلى من الوليمة وخلى من الضرب الدف فإنه مكروه. نعم، وهو صحيح، عقد صحيح. نعم. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: باب ولاية النساء. ورخص للنساء أن يغنين بمناسبة الزواج: أتيناكم أتيناكم فحياكم فحيانا وحياكم إلى آخره. رخص للنساء أن يغنين، يعني بلفظ معتاد، غناء معتاد ليس فيه تشبيب وليس فيه تطريب. أما الأغاني الحديثة والمزامير وجلب المطربين فهذا ليس من إعلان النكاح، هذه معاصي وكبائر لا يجوز جعلها في النكاح، استخدام المطربين والمطربات أو جعل المعازف والمزامير هذا لا يجوز، هذه معاصي محرمات. إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الدف فقط، آلة واحدة وهي الدف الذي كان معروفا وليس فيه محاذير، وكذلك رخص في الغناء في محيط النساء، الغناء المجرد من المزامير والمعازف ومن التطريب، وإنما هو صوت مجرد بين النساء، هذا الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ولاية النكاح: لا نكاح إلا بولي. هذا قلنا من الشروط، شروط أربعة منها الولي. فلو زوجت المرأة نفسها فنكاحها فاسد عند أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. نعم. وجاءت أحاديث، والله جل وعلا خاطب الرجال بذلك فقال: وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، فخاطب الرجال فدل على أنه لا بد من ولاية الرجال، لا بد من ولاية الرجال في تزويج النساء. نعم. لا نكاح إلا بولي، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وهذا مذهب الجمهور، أنه لا يشترط لصحة النكاح الولي. ذهبت الحنفية إلى أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، هذا مذهب الحنفية، لكنه مرجوح، مذهب مرجوح. نعم. قال الإمام أحمد: هذا حديث صحيح، وعنه أن للمرأة تزويج معتقها وأمتها خاصة، تزويج أمتها يعني مملوكتها ومعتقها ومعتقها ومعتقها، يعني تزوج أمتها المملوكة وتزوج عتيقها لأنها والية عليه. أما الحر فليس لها أن تزوجه. نعم. أو الحرة من بنتها أو أختها. نعم. نعم. لا، المهر ليس من الشروط وإنما هو من حقوق المرأة. الكفاءة ليست شرطا للصحة وإنما هي شرط للزوم، لزوم العقد، وليست شرطا للصحة. يأتي بحثها. الكفاءة شرط للزوم وليست شرطا للصحة. نعم. وعنه أن المرأة تزويج معتقها معتقها مضاف تزويج معتقها أو تزويج بالنصب اسم إن. وعنه أن المرأة
وعنه أن المرأة تزويج معتقها وأمتها فيخرج منه صحة تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة لما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواه أبو داود والترمذي. صحيح أنها ليس لها أن تزوج نفسها لا بالوكالة ولا بالأصالة لأن الوكالة إنما تصح إذا كان الوكيل يملك هذا الشيء بنفسه وهي لا تملك لا يجوز أن توكل في النكاح فالصحيح أن لا يجوز تزويج المرأة نفسها لا بالأصالة ولا بالوكالة عن الولي لأن هذا يجر مفاسد على المجتمع ولو رخص للنساء أن يزوجن أنفسهن والمرأة قاصرة العقل سريعة الانفعال لحصل مفاسد في المجتمع الإسلامي وحصل معصية لولاة أمورهن حصل سوء تفاهم وربما تزوج نفسها فاسقا أو حتى كافرا وجد من زوجت نفسها بكافر في هذا الوقت وجد نساء تزوجن بكفار وعصينا أولياء أمورهن فهذه أمور فيها محاذير عظيمة ولذلك لا بد من الولي لأن الرجل له عقلية وله خبرة وله اتزان ولا يندفع أما المرأة فهي سريعة العاطفة إذا رأت رجلا وعشقته انساقت وراءه ولو كان فاسقا أو كافرا أو لا يصلح لها ولا لقبيلتها ولا لأسرتها ويحصل مفاسد من هذا فالقول بأن المرأة تزوج نفسها يترتب عليه محاذير عظيمة وإن قال به من قال من العلماء نعم ولا يضبط النساء إلا الأولياء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض نعم فمفهومه صحته بإذنه ولأن المنع لحقه فجاز بإذنه كنكاح العبد والأول المذهب يعم الخبر أنه لا يجوز تزويج المرأة نفسها لا بالوكالة ولا هذا الأول مطلقة لا تزوج نفسها مطلقة ولو فوض إليها وليها ذلك نعم تخريج نعم تخريج صحيح لا ولذلك قلنا الصحيح الأول والشارح يقول الصحيح الأول فمعناه أن التخريج ما هو صحيح نعم ولأن المرأة غير مأمونة على الجبع لنقص عقلها شوفوا ولأن المرأة غير مأمونة على البضع يعني على فرجها تنعطف مع أي واحد نعم لنقص عقلها وسرعة انخداعها فلم يجد تفريضه إليها كالمبذر في المال بخلاف العبد فإن المنع بحق الولي خاصة وإنما ذكر تزويجها بغير إذن وليها وإنما ذكر تزويجها بغير إذن وليها لأنه غالب إذ لو رضي لكان هو المباشر له دونها نعم مسألة يكفي عندك مش المسألة فضيلة الشيخ هلك هالك عن أربعة أخوة وشقة وثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوة لأب وثلاث أخوات لأم فكيف يقسم الإثم؟ بالنسبة للأخوات لأب ليس لهن شيء الإخوة أو الأخوات لأب ليس لهن شيء وإنما ينحصر الإرث في الإخوة لأم والأشقة والشقائق فالإخوة لأم لهم الثلث والباقي للإخوة الأشقة والشقائق للذكر مثل حظ الأنثيين يأخذ الإخوة لأم الثلث والباقي يكون للأشقة والشقائق للذكر مثل حظ الأنثيين أما الإخوة لأب أو الأخوات لأب فليس لهم شيء في هذه المسألة لأنهم محجوبون بالأشقاء نعم
فضيلة الشيخ، متى يمشي الإخوة والأخوات الأشقاء فقط دون الإخوة لأب أو للأم؟ الإخوة الأشقاء مقدمون على الإخوة لأب لأنهم أقوى، لأنهم يدلون بقرابتين، والإخوة لأب إنما يدلون بقرابة واحدة، فلا ميراث للإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء، هذا بإجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم. وأما الإخوة لأم فلا يحجبهم الإخوة الأشقاء، وإنما يحجبهم الأصل الوارث أو الفرع الوارث، يحجبهم الأب والجد وإن علا، ويحجبهم الولد وولد الإبن وإن نزل. نعم. لا كان نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الأصل في النظر للنساء التحريم، لكن سمعت بعض طلبة العلم يقولون إن التحريم من أجل الشهوة، فإذا رأى الرجل من دون شهوة فلا مانع، فما رأي فضيلتكم؟ الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولم يقل يغضوا من أبصارهم إذا كان فيهم شهوة، بل أطلق سبحانه الأمر. والحجة في كلام الله وكلام رسوله لا في كلام الناس. نعم. ولا أنا أحد يخلو من الشهوة في الغالب، أنا أحد يخلو من الشهوة في الغالب. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى الباء بينونة كبرى وكذلك الباء بينونة صغرى؟ الباء بينونة كبرى هي المطلقة ثلاثا، إذا تكامل عدد الطلاق ثلاثا بانت بينونة كبرى، قوله تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال بعدها: فإن طلقها فلا تحل، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، إن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع. هذه البينونة الكبرى عرفناها. البينونة الصغرى هي التي لا رجعة فيها ولم تبلغ الثلاث، لا رجعة فيها ولم تبلغ الثلاث، مثل لو طلقها على عوض، لو طلقها طلقة واحدة على عوض، قالت أعطيك كذا وكذا من المال وطلقني، قال أنت طالق، طلقة واحد، هذه باين بينونة صغرى، لو أرادها فله أن يتزوجها بعقد جديد، أما أن يراجعها فليس له رجعة عليها، لأنها بذلت العوض واشترت نفسها منه، تريد الخلاص منه. وكذلك الرجعية، المطلقة الرجعية إذا انتهت عدتها ولم يراجعها بانت بينونة صغرى، فله أن يعقد عليها عقدا جديدا ولا يحتاج إلى زوج غيره، هذه بينونة صغرى. نعم. البينونة الصغرى لا تحتاج إلى عقد زوج ووطء زوج جديد، بل يراجعها بعقد ولو في العدة، لأن العدة له، العدة له، لا محذور في أن يعقد عليها وهي في العدة لأنها مطلقته. وأما البينونة الكبرى فلا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم لو تقدم القبول على الإيجاب، لأن عمل الناس أن الزوج هو الذي يتقدم لطلب الزواج من بنته قريبة الولي؟ لا، ما يجوز تقدم القبول على الإيجاب، لا بد يكون الإيجاب أولا ثم القبول. وأما تقدم الخطبة هذا ليس عقدا وإنما هو عرض، هذا من باب العرض والطلب. نعم. فضيلة الشيخ، هل ثبوت الولاء للمعتق على أولاد العتيق يعني ثبوته على أولادهم أيضا أبدا ما تناسلوا؟ نعم، يثبت الولاء على العتيق وعلى فرعه ما تناسلوا. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل مع التمثيل؟ النكاح الفاسد هو ما اختل شرطه، ما اختل شرط من شروطه، هذا الفاسد،
والباطل ما اختل ركنه، ما اختل ركن من أركانه، كان عدم الإيجاب أو عدم القبول هذا باطل. تزوج المرأة وهي في العدة من غير مطلقها هذا باطل. تزوج الخامسة، لو كان عندها 4 نساء وتزوج امرأة خامسة هذا عقد باطل. تزوج المرأة الكافرة، تزوج المسلم للكافرة غير الكتابية هذا باطل، وهكذا. هذه عقود باطلة، والوطؤ فيها يكون زنا سفاح، خلاف العقد الفاسد فإن الوطأ فيه يكون بشبهة، يكون بشبهة، والأولاد يلحقون به لأن وطأه بشبهة. وأما العقد الباطل فالأولاد لا يلحقون به لأنهم من سفاح، لو تزوج خامسة وجابت منه عيال لا يلحقون به لأنه عقد سفاح. تزوج امرأة وهي في العدة أيضا هذا عقد سفاح وأولاده لا يلحقون بها، وهكذا. العقد الباطل لا يلحق به الأولاد لأنه سفاح، وأما الفاسد فيلحق الأولاد به لوجود الشبهة. يعني فيه من العلماء من يرى صحة العقد نظرا لوجود الخلاف يكون هذا شبهة، خلاف الباطل فإنه أجمع على أنه لا يصح. نعم. قضية الشيخ، هل يجوز النظر إلى صورة المخطوبة؟ إذا كانت تيزيك ما خل، إذا كانت تكفيك ما خل، لأنه إذا جاز النظر إليها هي فالنظر إلى صورتها، إلا إذا كانت متجردة ولا ظاهر منها ما لا يحل فلا يجوز. أما إذا كان ما ظهر منها إلا وجه كفيها فقط فلا مانع إذا كان يكفيك هذا، الحمد لله. نعم. قضية الشيخ، أنا مصاب بمرض خفيف لا يرى أثره علي، لا يرى أثره علي، لكن يبقى أن التصوير حرام، يبقى أن التصوير حرام، فلا يجوز أن نقول صوروا علشان أنهم يكفي النظر إلى الصورة، هذا حرام، والغاية لا تبرر الوسيلة، هذا حرام، التصوير حرام. نعم. فضيلة الشيخ، أنا مصاب بمرض خفيف لا يرى أثره علي أحد وهو العين، وأمارس حياتي بشكل طبيعي حتى أني لم أخبر أحدا بحالتي هذه سوى 2 أو 3 من الذين أثق به من أجل إرشادهم إياي، مع أنهم يقولون لي لا نرى أثر ذلك عليك. والسؤال، هل علي عند التقدم للزواج الإخبار عن هذه العين أم أسكت عنها لكونها غير مؤثرة علي تأثيرا مباشرا؟ الله أعلم أن اللي معك وسواس، ما هو بعين، أنك عندك وسواس، ما دام أنك ما فيك خلاف والناس يقولون أنت ما فيك خلاف، الحمد لله أحمد الله وأنت ما فيك خلاف، وكونك تحس بأنك مصاب بالعين هذا وسواس من الشيطان، تعود من الشيطان. نعم. يعني لو كان فيك عين ظهر أثرها عليك، حصل عليك مرض ولا موت، العين كفى الله شرها، ما يتسالم الإنسان إما يموت ولا يمرض ولا يصاب بعقله ولا يخبل، أما أنت سليم والحمد لله، ما بقي إلا أنه وسواس، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. فضيلة الشيخ، يلاحظ على بعض المأذونين أنه يأخذ مالا عندما يقوم بالتمليك، وما حكم أخذ هذا المال عند اشتراطهم أخذه، مع أن بعض الأزواج يعتقد أنه إذا لم يعطي المأذون لن يوفق في زواجه. ما في مانع أنه يأخذ، ما في مانع، لأنه متفرغ لهذا الشيء وجالس لهذا الشيء ومعطل أعماله، ما في مانع أنه يأخذ، لكن ما يكون فيه جشع ويأخذ شيء كثير، بل يكون حسب المعتاد، يخفف عن الناس شيء ينفعه ولا يضرهم، وإلا كونه يأخذ ما في مانع إذا كان في حد المعقول. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى